بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمعجون والفيلر، هو ينفع نمعجن المعجون على الفيلر؟ بص يا رجالة، هو يعني المعجون يتمعجن على حديد على ايبوكسي، فيلر ينفع يتمعجن على فيلر، يعني عادي. في دعم فني اشتغلنا معاهم، يعني سامحين لنا اللي احنا نمعجن على الفيلر عادي، يعني النشرات الفنية بتاعتهم نمعجن على الفيلر. هو الفكرة يعني اهم حاجة هتمعجن على الفيلر، هتمعجن على الورنيش، هتمعجن على الصاج، هتمعجن على الايبوكسي، المعجون بعد كده يتعزل بطانه اللي هي الفيلر او الايبوكسي او تعزله، يعني ما ينفعش ترش لون على المعجون، ده افضل حاجه. لكن اننا نمعجن المعجون قوي على ايه؟ المعجون حلو جدا، يعني هو لو هيقول لك هتمعجن على ايبوكسي ولا ورنيش متصنفر ولا فيلر ولا صاج، يقول لك معجن على ايبوكسي او صاج، معجن على فيلر، معجن على ورنيش متصنفر، كله هينفع. لكن ما ينفعش ان انا معجن على ايبوكسي ورش، لا، لازم بعد الصنفر المعجون ده تعزله. اهم حاجه عمليه العزل بعد كده، وحرفنتك انك بطنت فيلر، ما جيش بعد ساعه صنفر ورش، الفيلر ده هيرجع يهدى والمعجون هيشرب الفيلر ويحصل تمدد، سواء انت بقى ممعجن على ايبوكسي او مش ايبوكسي او او او. مهم جدا الفيلر تسيبه يتصلب براحته، يهدى براحته، وترجع بعد كده اللي انت تطبق الصنفرة والدهان بتاعك. بسم الله، ده ايبوكسي برايمر معانا، ايبوكسي برايمر طبعا بيكون ليه مصلب خاص بيه وتينر خاص بيه، مهم يتخف صح وينشف لانه بياخد وقت في النشفان، يعني الفيلر بياخد له 8 ساعات، ده ممكن ياخد له 12 حسب النشرة الفنية ونوع درجة الحرارة اللي انت شغال فيها، يعني ياخد فلاش تايم وتنزل بتاني وش فلاش تايم، يعني تهوى التينر بتاعه تبخر، لانه ليه تينر مذيب يتبخر وتنزل بتاني وش، وعايز تنزل بتالت وش شغال. اهم حاجة ترجع للدعم الفني بتاعك، ما تطبقش حاجة من دماغك كده اهو. طبعا تنزل بوش تاني عادي، يعني تهوى وتسيبه وتنزل بوش كمان. اللي عنده اي اضافة اي استفسار يسيبها لاخواته في التعليقات يا رجالة. طبعا انا باخد الفلاش تايم بتاعه بعد كده بتنزل بوش كمان، يعني هنسيبه ينشف وبعد كده نرجع عادي بقى ننزل بوش زي دوم برضك يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.